لو حتى متضايق عصوتي بيرتاح. مبقاش مزعل حد، زعلة معينة كان فيها تفاصيل، فيها غلطات مني في مواقف معينة، واجي اقول له ما تزعلش. جميل اني يظهر مني ادراكي لخطئي علشان اطمن اللي قدامي ان انا عارف غلطتي فين. صباح الخير، اليوم بدنا نحكي عن مهارة وثقافة حياة البعض بيتقنها، البعض بخجل منها، والبعض بيعترف فيها، الاعتذار. هل انت تعتذر عند الخطأ ام لسبب اخر؟ خلينا نشوف مع بعض. حسب يعني، احيانا اذا كنت غلطان بعتذر عادي ما في مشكله، بس مثلا احيانا ما بكون غلطان بعتذر مشان اخلص من الشخص هذا، بس يعني خلاص بدي اخلص الموضوع، ما بدي اجادل فيه كثير. لا هو بالدرجه الاولى انا لما بكون غلطان بعتذر عادي، ما مش غلط ان الواحد يعتذر وهو غلطان، وما له اي سبب ثاني اعتذاري، يعني سواء بدي اريح حالي من البني ادم القبالي او شيء ثاني. لا اذا بدي اريح حالي من البني ادم الثاني مش باعتذار، انه ما بخلص منه باعتذار. هلا الاعتذار شيء كثير مهم، يعني كفعل لفظي بيعني لي انه الشخص مهتم انه هو عارف حاله غلط، مهتم انه عارف انه الاعتذار بيعني لي، فلهيك هو رح يعتذر. بس الصراحه اللي بيعني لي اكثر هو اللي بعد الاعتذار، لانه يعني الكلام بالنهايه مش كثير رح يغير اشياء، بغير شعور ما بغير فعل، فهو لازم بعد ما يعتذر يعمل شيء يعني عشان انا احس انه اعتذاره كان كامل. بس هو اجمالا يعني كفعل لفظي انا كثير بقدر الاعتذار، وبحب الناس انها تعتذر لي لما تحس فعليا انها مستني بشغله معينه. هلا الاعتذار يعني ايش بحسه؟ شيء كثير مهم، لانه بما انه فكر يعتذر الشخص يعني معناته انه هذا الشخص الثاني اللي قدامه بهمه. بس اكيد طبعا يعني اللي بعد الاعتذار هو الاهم، لانه بالنهايه الاعتذار افعال يعني مش بس انه كلمه اسف. وعارفه حالي غلطانه، ما بتطلع مني كلمه اسف، جوز بس لابوي. لا انا بعتذر لاني غلطت، يعني اذا كان غلطان الشخص، اذا انا مثلا غلطت بحقه او شيء هيك لا اكيد بعتذر منه، اما اذا كان هو غلطان فلا يعني خلص، ليش يعني ايش اعمل؟ والله حسب الشخص اللي قدامك، اذا الشخص اللي قدامك انت عارفه بيقتنع تعتذر مع اقتناع، يعني اذا انه بس بدك تخلص منه زنان يعني زي ما نحكي تعتذر له بتخلص من الموضوع، او يمكن اصلا ما تحكي معه. ولو حتى متضايق عصوتي بيرتاح.